في كل مجالات الدنيا، في كل المجالات لما يبقى فيه إنسان متميز وإنسان عنده إمكانيات خاصة وعنده إنجازات في مجاله، بيبقى فيه ناس زي ما بيقولوا كده إيه، بيبقى نجم ساطع يعني، بيبقى فيه ناس في عندهم حقد، في ناس عندهم نوع من الضغينة ناحية هذا الإنسان إن هو إنسان ناجح وليه إنجازات في حياته. بعض الأحيان بتبقى مقصودة وبعض الأحيان غير مقصودة، ولكن في حالة سيادة الفريق الله يرحمه سعد الدين الشاذلي كان مقصود إن هو يجنبوه على اليمين، ما يبقاش فيه إنجازات ليه وناس تانية تاخد السمعة بتاعت الإنجازات. النهاردة مشرفنا ومنورنا الأستاذة شهيدان سعد الدين الشاذلي، ابنة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، منورتينا منورانا دايما. يعني سمعنا مع بعض فيلم تسجيلي دلوقتي عن قصة حياة الفريق سعد الدين الشاذلي ودوره في حرب أكتوبر، وفي معلومات كتيرة جدا سمعناها مع بعض عنده، بس أكيد في معلومات أخرى مخفية عنا وما نعرفهاش عن قصة حياته وعن دوره في الحرب، حضرتك ممكن تقوليها لنا؟ والله يعني كل الحاجات دلوقتي ظهرت، ما فيش معلومات زيادة يعني عن كده. هو دوره في الحرب، تهميشه بعد كده هو يعني. طب خلينا كده ببساطة شديدة، يعني اسمحي لي ان انا اول مرة اقعد مع حضرتك، فانا اسف ان انا الباقية في حياتك متأخرة شوية. حياتك الباقية بعد اذنك قولي لي، يعني لو قلنا 1 2 3 4 هم ليه عملوا معاه كده؟ اول حاجة هو في كتابه كتب الحقائق، والحقائق دي كانت غايبة عن الشعب المصري. قرار التطوير، تطوير الهجوم، التعامل مع الثغرة، بعد كده هو اتفاقية كامب ديفيد. تطوير الهجوم كان قرار فردي عمله أنور السادات لوحده ضد القادة العسكريين، يعني القادة العسكريين محدش منهم وافق على القرار ده. والقرار ده ما كانش أساسا في الخطة، فلسفة الخطة أساسا كانت اقتحام خط بارليف وناخد 12 كيلو شرق القناة، ودول في المظلة الجوية حمياهم، ونقدر نقعد بقى كده هوت ايه مدة طويلة نستغل ضعف اسرائيل في الحكاية دي، هيت لانها ما تقدرش تخش حرب طويلة المدى زي ما انتم عارفين بتعبق الشعب كله، فصناعاتها بتقف، اقتصادها بيقف، فهم عايزين الحرب البليتسكريج السريعة. فالخطة كانت، الفلسفة بتاعت الخطة مرسومة على هذا الأساس. والتنسيق مع سوريا كان على معاد الحرب، لكن ما فيش تنسيق على التكتيكات ولا الحركات بالنسبة للحرب. فلما جه أنور السادات وقال طوروا الهجوم، طبعا غالبا كان عليه، ما حدش بيقول انه ما كانش عليه ضغوط. استاذتي بعد اذنك، اكيد في كثير من مشاهدينا ما يفهموش يعني ايه، او ما عرفوش او ما قروش يعني ايه تطوير الهجوم. زي ما قلت لك الخطه كانت اقتحام، نضرب ونرجع، لا مش نرجع او نضرب ونقعد وبعدين هنطول عليهم الحرب لغايه ما يتعبوا خسائرهم تكتر، ونبتدي بقى يحصل مفاوضات. تطوير الهجوم ان احنا نستمر بقى. نستمر للمضايق. اتفضلي. قبل الحرب كان الفريق صادق بيقول للأنور السادات انا لا استطيع اني اخد سيناء، إمكانيات القوات المسلحة لا تسمح، في معدات وفي يعني أسلحة معينة لا تمكنك من كده. الأسلحة دي ما كانتش عندنا، وأنور السادات طلبها من السوفيت ما ادوهالوش، وكان جمال عبد الناصر برضو بعد قبل كده هو طلبها من السوفيت ما ادوهالوش. فجه سعد الشاذلي قال خلاص احنا نعمل في حدود إمكانياتنا، إمكانياتنا تسمح لنا بكذا، ان احنا نقتحم خط بارليف وإيه ونقف ونكبتهم بقى خسائر وهكذا. التطوير بقى للمضايق كان مكتوب عليه الفشل، لأنك هتطلع بره المظلة الجوية فهتبقى مش محمي. وفعلا ده اللي حصل، واتضربوا وخسروا 250 دبابة في أول ساعة، وكانت يعني شيء
طيب سيادة الفريق ما كانش يعني كان معارض هذه الفكرة. معارض هذه الفكرة، مش بس سيادة الفريق وقادة الجيوش عبد المنعم واصل وسعد مأمون، حتى عبد المنعم واصل في الآخر خالص، هم الفريق أحمد إسماعيل قال له طور، ده كان مثلا يوم 11 فقال له لا ما ينفعش. هو كان مقتنع إلى حد ما لأن الخطة كانت كده، فزي ما تقول راح للسادات ورجع قال له لا طور مرتين، يقول له طور ويقول له لا، ثالث مرة قال له ده قرار سياسي ما فيهوش كلام. فده اللي حصل. إيه سبب الضغط عن سوريا؟ نشيل الضغط عن سوريا. ده بقى قبل الحرب كان في اجتماع جامعة الدول العربية، وكان سعد الشاذلي مساعد عسكري في جامعة الدول العربية، واتكلموا في الموضوع ده، احنا لا نقدر نشيل الضغط عن سوريا ولا سوريا تقدر تشيل الضغط عننا لأسباب عدة، التفوق الجوي الإسرائيلي، المسافة، تمام. والدليل على كده ان فعلا بعد التطوير ده هوت مفيش، ما شالوش ولا معدة ولا سلاح ولا جندي ولا طيار ولا حاجة جت من سوريا علشان تهاجم مصر، دول ضربوهم بالطيران تدمير. وتمت حرب اكتوبر وانتصرنا في حرب اكتوبر، واصدر سيادة الفريق سعد الدين شاذلي كتاب، ثم اتهم ان الكتاب ده اصدر بعد سنوات قليله جدا من الحرب، فما كانش جائز انه يقول معلومات عسكريه او معلومات عن المعلومات العسكريه. بقى ايه، ما هي الاسرار العسكريه؟ الاسرار بقى الاسرار، السر العسكري هو ما لا يعلمه العدو وان علمه يضرك. ايوه. فما فيهاش سر عسكري. ولما انور السادات حب يحكمه محاكمه عسكريه، القوات المسلحه ما رجتش. مدير المخابرات الفريق ماحي، وكان أياميها ظن وزير الدفاع أبو غزالة، قالوا له ما فيش أسرار عسكرية، فلازم نحدد السر العسكري من سر الحكومة. ده سر الحكومة، سر أنور السادات اللي عمل خطأ جامد جدا اللي على أساسه حصلت الثغرة وحصل حصار الجيش الثالث اللي المصريين ما كانوش يعرفوه. يعني استاذة بعد اذنك عشان بس ايه في حتة هنا عايزين نوضحها ربطا للي حضرتك قلتيه، نربط اللي انت قلتيه في الاول اللي هو ان احنا نتقدم ونضرب اسرائيل اكثر واكثر. ده سيادة الفريق كان ممنعه، السادات كان مصمم عليه التطوير، قصدك التطوير. تطوير الحرب، دخلوا تطوير الحرب ومصر خسرت عدد كبير من الدبابات. أيوة. تمام. وبناء عليه حصل الثغرة. أيوة. بس عشان النقطة دي احسن عشان ما خلصناهاش، عشان نتنقل بقى للي حضرتك بتقوليه تاني. اتفضلي. كنا بنقول ايه بقى تاني؟ حكاية ان هو الخطة العسكرية او ما نشر عن ما حدث في حرب اكتوبر، وان هو ما بيضرناش يعني ما ينشر ويكره العدو وما فيش اي ضرر الواقع actually. يعني لا ما فيش اسرار عسكرية. يعني القوات المسلحة نفسها في الوقت ده قالت ما فيش اسرار عسكرية، فحفظت القضية. يعني انور السادات ما حكموش، واتنقلت بقى الى المدعي العام الاشتراكي. أيوة. تحت قانون العيب، حاجة ملهاش دعوة بالكلام ده خالص، اللي هم حطونا تحت الحراسة وجمدوا الممتلكات وهكذا.